بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. أقدم لكم اليوم المحاضرة رقم 15 من السلسلة المصورة لمادة تصميم وتحليل الخوارزميات Algorithms Design and Analysis، والتي سنستكمل فيها موضوع Divide and Conquer الذي كنا قد بدأناه سابقا. وسأتناول إن شاء الله اليوم خوارزمية الكويك سورت، راجيا المتابعة والتركيز، ومتمنيا لكم جميعا كل التوفيق. هلا الكويك سورت تشبه إلى حد كبير الميرج سورت اللي درسناها في المحاضرة السابقة، وأيضا هذه الخوارزمية مبنية على فكرة الديفايد اند كونكر، بحيث يكون فيها جزء خاص بالديفايد وجزء خاص بالكونكر، ولكن هذه الخوارزمية لا تحتوي على جزء الكومباين. الآن الفكرة أو الايديا في الشغل تاعنا يقول لي الكويك سورت is a randomized sorting algorithm based on the divide and conquer paradigm. والآن بدي أفهم أنا وياكو لماذا سمى الكويك سورت randomized sorting algorithm ولم يسمي الميرج سورت بهذا الاسم. الفرق الوحيد بين الكويك سورت وبين الميرج سورت هي عملية التقسيم، فقط الفرق هو عملية التقسيم ما بين الكويك سورت والميرج سورت، بحيث أن في الكويك سورت نحن نقوم بالتقسيم مستخدمين شيء يسمى البيفوت، وهذا لم يكن موجود في الميرج سورت. فلاحظ الآن عندي بالديفايد يقول لي partition the array into two sub arrays around a pivot. البيفوت هذا بعض الأحيان بنسميه بي أو بنسميه إكس، أنا طبعا مسميه الآن بي، بعد شوي راح أسميه إكس، هو ليس مشكلة بالتسمية. هلا نسأل سؤال، نسأل أنفسنا سؤال، ماذا نعني بكلمة بيفوت؟ بيفوت طبعا في اللغة العربية معناها ارتكاز، نقطة ارتكاز. هلا أنا في الكويك سورت كنت بقسم الأري إلى قسمين، قسم في الليفت وقسم في الرايت، يعني قسم في اليمين وقسم في اليسار، وكنت أستخدم العنصر المنتصف بحيث يقوم بتقسيم الأري إلى صب الري في اليسار وصب الري في اليمين. فدائما التقسيم كان يتم في العنصر المنتصف اللي كنا نسميه، تذكروا كيو، وكنا نحسب الكيو اللي هي بي زائد ار على 2. طبعا هون الآن في الكويك سورت لا، ما في عندي هيك. في الكويك سورت انا بختار عنصر من العناصر اللي في الأري وهي بسميها البيفوت، وبصير أقسم باقي عناصر الأري اعتمادا على مقارنتها مع البيفوت. العناصر التي هي أقل من البيفوت تذهب باتجاه اليسار، والعناصر التي أكبر من البيفوت تذهب باتجاه اليمين. فلاحظ عندي هنا في هذه المعادلة، هاي البي العنصر اللي اخترناه احنا از بيفوت، الان بده يكون الان اللي قبله اللي هي بنسميها الليفت صب اري، حاط لي هنا elements in lower sub array، يعني هذا الان البي بده يكون اكبر من او يساوي جميع العناصر اللي قبله واقل او يساوي من العناصر اللي على يمينه.
الآن راح نشوف الكلام هذا بالتوضيح، وبعدين بنيجي لعنصر هي طبعا رقم اثنين هنا وليس رقم واحد، recursively sort the two sub arrays. بس أخلص رقم واحد ورقم اثنين تصبح الآن الأريه اللي بين إيدي مرتبة. لاحظ هنا عزيزي الطالب، يقول لنا أن الكي ستيب، a key step in the quick sort algorithm is partitioning the array. لاحظ أنا شوي تأخرت بحاول أجيب المؤشر. إذا a key step in the quick sort algorithm is partitioning the array. هاي هي الذي تميز الكويك سورت الجوريثم عن الميرج سورت، موضوع البارتيشننج كيف بتم البارتيشننج. لاحظ معي الآن، طبعا الآن راح أغير اسم البيفوت وأسميه إكس، الآن we choose some number, we choose some number أو any، طبعا هنحط لي هنا x in the array، وهذا هذا اللي بدنا إياه يسمى البيفوت. إذا البيفوت هو أحد عناصر الأري، نختاره عشوائيا، ومن أجل ذلك سميت الكويك سورت راندومايزد سورتينج ألجوريثم. إذا سبب تسمية الكويك سورت أنها راندومايزد، هذا السبب يأتي من أنني أقوم باختيار مكان التقسيم أو العنصر اللي بدي أقسم بناء عليه، أختاره عشوائيا من الأريه اللي بدي أقوم بترتيبها. في الميرج سورت ما كان في عندي اسمه اختيار عشوائي، كنا بنقسم الاري الى تو بالانس سب اريز، الى قسمين متساويين تقريبا. اذا وي تشوز سم نمبر اكس ان ذا اري تو يوز از ا بيفوت، بعدين وي بارتيشن ذا اري انتو 3 بارتس. بدنا نقسم الان الاري اللي معانا الى 3 بارتس. خلينا نشوف ايش هم ال 3 بارتس. هل هذه هي الاري؟ لاحظ الان هذه هي الاري، اخترنا احد العناصر من الاري اللي هو الاكس اللي هو سميناه هذا البيفوت. الان لازم بس اقسم واعمل بارتيشن اللي هي ديفايد، يعني لازم جميع العناصر التي على يسار البيفوت هي اعداد اقل من البيفوت، وجميع العناصر التي على يمين البيفوت هي numbers greater than or equal to x. اذا numbers هنا numbers less than x، وهذا البيفوت، وعلى اليمين اللي هم النمبرز greater than or equal to x. والآن حتى نستوعب هذه الفكرة، سنقوم بأخذ مثال رقمي بسيط. هلا كثير من المؤلفين لهذه المواضيع والكتب والمواقع يعني بيحكولنا، يعني من المفضلها مو عشوائيا، من المفضل انه هذا البيفوت يا بتختاره اول عنصر في الاري او اخر عنصر في الاري، وهو رقم راح يكون عشوائي. انا ما بعرف العنصر الاول او الاخير كم راح يكون على يساره وكم راح يكون على يمينه، فالعشوائيه او الراندوملي لا زالت موجوده حتى لو اخترنا الرقم الاول أو الرقم الأخير في الأري إنه هو البيفوت. الراندوملي لا زالت موجودة، لماذا؟ لأنني أنا لا أعلم
إذا اخترت العنصر الأول كم رقم راح يكون على يسار هذا الرقم، يعني أقل منه، وكم عنصر راح يكون على يمين الرقم أكبر من هذا البيفوت. لاحظ الآن عزيزي الطالب في هذا المثال اللي أمامك، في عندي 3 4 وأربعة، في عندي 8 أرقام، والمطلوب منهم مطلوب مني إني أعملهم sorting using the quick sort algorithm. حكينا الفكرة الرئيسية بالquick sort اللي هي البارتيشن، يعني الذي يتقن عملية البارتيشن أتقن عملية الكويك سورت جميعها. هلا بدي أختار أحد العناصر الثمانية هذول اللي أمامكم الآن بحيث يكون هو البيفوت. طبعا ممكن تختار الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن. إذا البيفوت هو عبارة عن عنصر ينتمي إلى عناصر هذه الأري، يعني لا يجوز مثلا تختار البيفوت يكون رقم 4. لماذا؟ لأن الأربعة غير موجودة في الأري. ولا يجوز أن تختار البيفوت يكون مثلا 16، غير موجود، يعني أنت لأنك بس بتجيب 16 كأنك عم بتضيف عنصر جديد على الأري. فإذا الاختيار بده يتم من العناصر الثمانية اللي أمامكم. وخلنا نتفق مع بعض الآن، وحتى لأغراض الامتحانات عندما نقول اختار بيفوت بتختار دائما العنصر الأول as a pivot. فأنا الآن بالنسبة إلي اخترت هذا العنصر الأول اللي هو الستة، اخترته على أنه هو البيفوت. فالآن بالنسبة لنا في هذا السؤال الآن البيفوت يكوال 6، العنصر الأول هو البيفوت. الآن نريد أن نقوم بعملية تقسيم، عملية بارتيشنينج، بارتيشن ديفايد، يعني تقسيم هذه الأري إلى أقسام 3. قسم يكون هو البيفوت، وقسم من العناصر يحتوي على العناصر التي هي أقل من البيفوت، وهي بتكون على يسار البيفوت، وباقي العناصر التي هي أكبر من البيفوت توضع في يمين البيفوت. فالآن لو اخترنا الآن، طبعا الآن بدي أشرح طريقتين، بدي أشرح الطريقة هاي وطريقة ثانية. فالآن أسهل عملية تقسيم انك الان تقول الان في عندي هاي الاري، يعني تنشئ والله على الرسم، تنشئ اري جديده، نيو اري، يعني هاي لو اسمها ايه، بنشئ الان في الذاكره نيو اري اسمها بي، وطبعا راح يكون فيها 8 عناصر هكذا. نعم، الآن العنصر الأول اللي هو الستة، الآن أبدأ من العناصر العشرة. طبعا الآن بدي أفترض إنه هاي الستة هون، الآن العشرة هي أكبر من الستة توضع هنا، الخمسة أقل من الستة توضع هنا، الثمانية أكبر من الستة توضع هنا، الثلاثة عشر أكبر من ستة هنا، الثلاث أقل من ستة هنا، ثم الاثنين أقل من ستة، وعندي آخر شيء الـ11 أكبر من ستة. إذا الآن بالنسبة إن هاي 5 هون، هاي 3، هاي 2، هاي 6، هاي 10، وهاي 8، وهاي 13، وهاي
ال11. فالآن هذا هو البيفوت، والآن هذه العناصر الثلاث، لاحظ 5 3 2 هي جميعها أقل من البيفوت، وهذه العناصر 10 و8 و13 و11 عناصر أكبر من البيفوت. لاحظ هذه الفكرة من العمل تاعنا، إنك تأخذ عنصر، أول عنصر، وتقوم الآن بقسمة عناصر الأري around this pivot. The elements which are less than pivot بنحطهم في left sub array، والعناصر اللي أكبر من البيفوت نضعهم بالرايت صب الريز. فالآن بالنسبة إلنا إحنا الآن أصبح كأنه في عندي هون الآن 3 صب الريز، 3 صب الريز. هذه الري الأولى، اللي خلينا نسميها L يعني less pivot، وهذه الأري الثانية هنسميها E equal pivot، وهنا الأري الثالثة اللي هي العناصر اللي greater than pivot. طبعا هذا الكلام بنسميه الآن first partition. لاحظ الأرقام بعدها ما ترتبت الآن، فقط هو الآن قسم لي الأرقام إلى قسمين، قسم أقل من البيفوت، قسم أكبر. الآن بنرد، الآن نعيد نفس العملية على هذا الجزء، يعني بنعتبر الآن هاي أري وبنقسمها من جديد، يعني ننشئ صب أري ثالثة اللي هي مثلا نسميها سي، وبعدين ممكن ننشئ دي، ونفس الكلام بنعيده هون، وبالأخير حتى نخلص كل الشغل اللي إحنا اشتغلناه. طبعا اذا بدنا نحسب الكومبلكسيتي للعمليه هاي، ان انا باخذ كل عنصر في الاري وبقارنه مع البيفوت، فلو عندي 100 عنصر، كاني بدي اعمل 100 مقارنه، وبدي اعمل 100 كوبي مثلا هون. فبتلاحظ الكومبلكسيتي لهذا الشغل تاعنا او اوف ان، هذا من حيث التايم. وطبعا تحتاج الى دائما، يعني بدك اكسترا ميموري، لانك انت كل مره عم بتنشئ اري وصب اري جديده الى اخره. هاي الطريقه اللي بشتغل فيها الان حاليا غير محبذه في الكويك سورت الجوريثم. الطريقه اللي هي انك تنشئ نيو اري وتقعد تشتغل فيها بالطريقه هاي، هذه الطريقه غير محبذه. طبعا اوكي، هي التايم تاعها او اوف ان، لكنها تحتاج برضو الى سبيسز، بدك تنشئ الريز وصب الريز في الذاكره الى اخره. هلا بدنا نحاول نفكر مع بعض احنا الان بطريقه ثانيه، بتاخذ نفس التايم، لكن الشغل كله بده يتم وين بيتم؟ بنفس الاري. يعني ما بدي انشئ اري جديده في نفس الاري، هذا يعني التقسيم بده يتم داخل هذه الاري. هذا يسمى الـ in place partitioning. فالآن الموضوع انا هذا فقط شرحته هون، فقط هو مقدمة حتى للـ in place partitioning. فما في حدا بيشتغل بالطريقة اللي انا الآن اشتغلت فيها هون، بس انا حبيت، ما دام اني انا قاعد بشرح algorithms، حبيت اوريك طريقة سهلة هي، والتايم تاعها ان لينير يعني. بس قلت لك مشكلتها انك تاخذ مساحات في الذاكره ليس هناك اي داع لها. يمكن اني استفيد من نفس الاري واعمل عمليه التقسيمات. فالان اعزائي الطلبه سننتقل الى الان بليس بارتيشننج.
الآن انتقلنا للـ any place، انتقلنا للـ any place partitioning. لاحظ الآن في الأعلى any place partitioning، والآن سنقوم نفس الـ array اللي أخذناها قبل قليل بقسمتها إلى أجزاء ثلاثة، three parts. بارت يسمى البيفوت او الري او سب الري بنسميها البيفوت، وفي عندي سب الري على يسارها تحتوي على العناصر التي هي اقل من البيفوت، وفي عندي سب الري على يمينها تحتوي على العناصر التي هي اكبر من البيفوت، وهذا الان بده يتم كله داخل نفس الري اللي امامكم. فكلمة in place partitioning يعني التقسيم والشغل تاعنا راح يتم داخل هذه الأري، لن ننشئ أي أري جديدة. فالآن حاولت أنا هذا الجزء أعمل لك إياه بطريقة هيك تكون فيها أنيميشن، بحيث نقوم بفهم الطريقة هاي بكل سهولة. أرجو التركيز في هذه الطريقة، فهمها، استيعابها. يأتي عليها الكثير من الأسئلة، فالآن تابع معي عزيزي الطالب. لاحظ الآن هذا هو البيفوت، اتفقنا ما في شيء جديد، اللي هو العنصر الأول. الآن تحركنا، وضعنا هنا هذا السهم بحيث يؤشر الآن على العنصر الأول بعد البيفوت، وهذا الآن بدنا نتفق بدنا نسميه الآي، هاي الآي. الآن سنضيف مؤشر ثاني أو بوينتر ثاني يبدأ من الأخير، من آخر الـ array اللي هو من عند 11 راح يبدأ، وأنا لو قلت لك إياه باللون الأحمر، وهذا الآن بدنا نسميه جي. العمليات اللي بدي أقوم فيها هي عملية سكان، يعني فحص الرقم. ممكن يصير معي عملية سواب، تبديل رقم بآخر إلى آخره. الآن قبل أن أكمل الشرح بدي تلاحظ ملاحظة. هذا العمود الأزرق أو البوينتر الأزرق اللي هو سميناه آي، هذا يتحرك باتجاه اليمين، يعني يتحرك هكذا، والبوينتر الآخر the second أو the next pointer اللي هو سميناه جي يتحرك باتجاه اليسار. إذا هاي النقطة اللي بدنا نفهمها، الأزرق يتحرك من اليسار باتجاه اليمين دائما، والأحمر يتحرك من اليمين باتجاه اليسار. هلا طبعا بعد شوي بدي أعرف متى يتحرك الأزرق ومتى يتحرك الأحمر، متى يتحرك البوينتر اي ومتى يتحرك البوينتر جي. شوف الازرق اذا الرقم اللي بيأشر عليه كان هو اقل من البيفوت فيتحرك الازرق الاي. شوف الان العشرة هون هي اكبر من مين؟ من الستة، فلا يتحرك. اذا الان الازرق يتحرك باتجاه اليمين متى؟ إذا كان الرقم الذي يؤشر عليه أقل من البيفوت، والأحمر هو بالعكس، ما دام الرقم الذي يؤشر عليه أكبر من البيفوت فيتحرك باتجاه اليسار. طبعا وفي عملية بنسميها سواب بنحكيها بعد قليل. الآن لاحظ معي ملاحظة، الآن الأزرق اللي هو العشرة الآن ثابت هنا لا يتحرك، لماذا؟ لأنه أكبر من الستة،
أو بعبارة أخرى ليس أقل من الستة. الآن ننتقل للبوينتر الثاني اللي هو الـ11، اللي هو الجي هذا يؤشر الـ11. ما دام هاي أكبر من الستة فإذا هو الآن يتحرك. فلاحظ معي الآن ملاحظة، شوف الآن كيف أصبح الآن المؤشر الأحمر تحرك باتجاه اليسار خانة واحدة، والآن سنقوم بمسح، خلاص خلني أمسح الآي والجي، خلاص الآي هي الأزرق والجي هي الأحمر، أو إذا حاب ينكتبوا فالآن هنا الآي لازلنا وهنا الجي. إذا هاي أول عملية عملناها. الآن ننظر إلى الأرقام، ننظر إلى الأرقام، شوف الـ10 لا يتحرك، لماذا؟ لأن هذا الرقم ليس أقل من 6، والـ2 لا يتحرك، لماذا؟ لأن هذا الرقم ليس أكبر من 6. فعشان الآن نتيح الحرية لهم بالتحرك لازم نبدل هاي مع هاي، نعمل السواب، نعمل عملية سواب. إذا متى أنا بعمل عملية سواب؟ إذا الأزرق لا يتحرك والأحمر لا يتحرك، ولاحظ هذا 10 وهذا 2 والست بينهما، البيفوت بينهما. إذا الآن بتتم عملية السواب، عملية التبديل عشان نتيح عملية الحركة. لاحظ الآن هذا الذي الآن حدث، بدلنا الـ10 محل 2 والـ2 محل الـ10. شوف الآن هاي العملية اللي عملناها الآن، العملية الآن تتيح للبوينتر آي إنه يتحرك. ليش؟ لأنه أصبح الآن عنده رقم 2، ما دام 2 اللي هو أقل من 6 فيتحرك، وحتى الجي هنا ما دامها 10 تتحرك. الآن سنرى ماذا يحدث. الآن نيجي على الآي اللي هي الأزرق اللي هي 2، والـ2 أقل من مين؟ من الـ6. إذا بتتم عملية الحركة، والآن تصبح الآي هنا، والآن أصبحت الآي تؤشر على الرقم 5. لاحظ، وبرضو الآن نسأل حالنا سؤال، هل الـ5 أقل من 6؟ الجواب نعم، إذا يتحرك الأزرق أو الآي. بعيد المرة الـ10، الآي اللي هو الخط الأزرق هذا أو البوينت الأزرق يتحرك باتجاه اليمين في حالة واحدة، إذا كان الرقم الذي يؤشر عليه أقل من البيفوت. إذا الرقم أقل من البيفوت يتحرك. الأحمر اللي هو الجي هذا الثاني هذا يتحرك دائما باتجاه اليسار، متى يتحرك؟ إذا كان الرقم الذي يؤشر عليه أكبر من البيفوت. هل احنا صرنا هون 5 أقل من بيفوت، إذا يتحرك الآي باتجاه اليمين هكذا. والآن خلنا نمسح الآي من هون ونضعها هنا. الآن أصبحت الآي عند الـ8. هل الآي تتحرك الآن أم لا؟ لاحظ أن الـ8 هي ليست أقل من 6، أكبر. إذا الآن ثبت الآي هنا، وقف، لن يتحرك. فالآن نذهب نشوف الجي هل بتحرك أو بتحركش. فنذهب الآن نتفحص الجي.
فنلاحظ أن الجي 10 وهو أكبر من 6. إذن الآن الجي قادر على عملية التحرك. فالآن نرى أن الجي راح تتحرك، شوف كيف ملاحظة هون، والآن سأقوم بمسح الجي وأكتب هنا جي. الآن نعود مرة أخرى للسؤال، هل الجي تستطيع التحرك نحو اليسار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الثلاث هذا الرقم ليس أكبر من 6، والآي برضو ثبتت الآن، تقدرش تتحرك نحو اليمين. لماذا؟ لأن الثمانية ليست أقل من 6. الآن بشوف هل بقدر أعمل عملية السواب ولا السواب، معناها بدك تعملها حتى تتيح للآي والجي بالتحرك. عندي هون 8 وعندي هون 3 والست بينهما، شوف شو شرطها، عندي 8 وعندي 3 يعني والستة بينهما. الآن يمكن أن نقوم بعملية السواب بين الثلاث والثمانية. لاحظ الآن أصبحت الآي تؤشر على الثلاث والجي تؤشر على الثمانية، وعملية السواب اللي عملناها الآن الفائدة منها اللي هي إتاحة الحركة للآي والجي. الآن نرجع للسؤال، الآي الآن تؤشر على مين؟ على الثلاث، والثلاث هي أقل من مين؟ من 6. إذا يجوز أن نتحرك نحو اليمين. لاحظ الآن، خلني أمسح الآي من مكانها وأكتب هنا آي. الآن أصبحت تؤشر على الرقم 13 وثبتت. ليش ثبتت؟ لأن 13 ليست أقل من 6. الآن نذهب لمين؟ إلى الجي. خلاص ما دام الآي ثبتت بنروح نفحص مين؟ نفحص الجي. هل الجي يمكن أن تتحرك باتجاه اليسار؟ الجي تؤشر على مين؟ على 8، والجي تتحرك نحو اليسار إذا الرقم اللي بتأشر عليه كان أكبر من البيفوت، والثمانية هو أكبر من مين؟ من 6. فالآن معها مجال تتحرك باتجاه اليسار. لاحظ، والآن نمسح هاي وبنحط هنا الجي. الآن نعود مرة أخرى، الآي تؤشر على 13 والجي تؤشر على 13. الآي لا يمكن أن تتحرك بسبب أن 13 أكبر من 6، لكن الجي تتحرك. لماذا؟ لأن 13 أكبر من 6. فالآن الجي راح تتحرك باتجاه اليسار وتصبح بهذا الشكل. وهاي الجي. إذا وصلت عزيزي الطالب إلى هذا الشكل، بحيث أن الأزرق الآي سبق الجي والجي أصبح قبل الآي، الآن فقط بتقوم بعملية سواب بين مين ومين؟ بين العنصر اللي بيأشر عليه الجي وبين البيفوت. هاي هي الآن آخر عملية بدك تقوم فيها، تعمل سواب بين، نعمل سواب في الأخير الآن، سواب بين مين ومين؟
بين البيفوت والعنصر اللي بأشر عليه الجي اللي هو A و B. هاي اللي هي بتتم آخر شيء عندما نصل إلى هذا الشكل. فالآن بدها تتم عملية السواب، لاحظ معي كيف الآن بتتم. إذا الآن انتهينا من الفيرست بارتيشن. لاحظ معي ملاحظة الآن أن هذا هو البيفوت اللي هو الستة. الآن اقرأ جميع العناصر اللي على يساره، هي 3 و2 و5، واقرأ جميع العناصر اللي على يمينه 13 8 10 11. ماذا نلاحظ؟ أن جميع العناصر التي على يسار البيفوت هي أقل من البيفوت قيمة، وجميع العناصر التي هي أكبر من البيفوت وجميع العناصر التي على يمين البيفوت هي أكبر من البيفوت. ممكن طالب يحكي لي دكتور الطريقة اللي درسناها سابقا اللي هي عملنا تو أريز وكذا أسهل؟ لا مش أسهل، أنا بجوز هنا شرحتها ببطء شديد بحيث تقوم باستيعاب الفكرة. طيب الآن وبعدين، الآن بعدين بدنا نكمل الشغل هنا بهذا الجزء، وبس أخلص بنتقل للجزء اللي على اليمين. الآن أعزائي الطلبة، سأقوم الآن بعد ما تعرفنا كيف بعمل بارتيشنينج، وفقط أنا في قبل قليل علمتكم كيف تعمل بارتيشن وطلع معنا الفيرست بارتيشن، بدك تظلك مكمل بهذا الأسلوب نفس الأسلوب لحد بالأخير ما تصبح الري سورتد. فأنا الآن راح أبدأ في المثال من الصفر وأحله بيدي ستيب باي ستيب. ولاحظ في الشاشة اللي أمامك حاط لك at the beginning of the first partitioning وتحت at the end of the first partitioning، يعني هاي الأري قبل ما أعمل البارتيشن، وهاي راح تكون الآن الأري بعد ما أعمل البارتيشن. طبعا العناصر اللي معانا الآن راح أكتبها الآن بالأعلى فوق، بس خلني أحول اللون. والعناصر هي 6 10 5 8 13 و3 و2 11. هذا الجزء أنا شرحته كامل قبل قليل، بس الآن بدي أعيد لك إياه مرة أخرى. فالآن بدي اسمي هاي الاي هون، وبدي اسمي هذه الجي هنا، وطبعا العنصر الاول هذا العنصر هو الان البيفوت. الان العملية كيف بتتم؟ زي ما حكينا بنيجي الآن في عندي اي وفي عندي جي، بوينتر على العنصر الأول الآن هون بعد البيفوت اخترناه، وبعدين في عندي بوينتر على العنصر الأخير. أهم إشي تتذكر كيف بتحرك الاي وكيف تتحرك الجي. مدام بذكر مرة ثانية، الاي إذا الرقم اللي بتأشر عليه أكبر من البيفوت تبقى ثابتة في مكانها. الجي العكس، إذا الرقم اللي بتأشر عليه أكبر من البيفوت بتتحرك. طبعا دائما وأبدا الجي بتتحرك نحو اليسار والآي بتتحرك نحو اليمين. فالآن لاحظ ملاحظة، الآن الآي تؤشر على 10 والعشرة أكبر من 6، إذا الآي تثبت. الآن بنتقل لمين؟ إلى الجي. الجي 11 وال11 أكبر من البيفوت، إذا لازم أحرك الجي باتجاه اليسار. فالآن تصبح الجي هنا،
تصبح الجي. أين المؤشر؟ تصبح الجي هنا، والآن سأقوم بمسح الجي من هنا. الآن بنلاحظ، نرجع الآن مرة ثانية، الآي ثابتة لأن القيمة 10 أكبر من الستة. الجي 2 برضو بتقدرش تتحرك نحو اليسار لأنها أقل من الستة. الآن بدي أفكر بالسواب حتى أسمح بعملية التحرك. هاي عندي 10 وعندي 2 هون، والستة طبعا موجودة بين 10 وبين الاثنين. إذا الآن بدي أعمل السواب بين الاثنين وبين العشرة. فالآن سأقوم بمسح هذه من هنا ومسح هذه من هنا، وأرد أكتب 2 هون والعشرة هون. شوف الآن السواب اللي عملته الآن بتيح لي حرية الحركة. نرجع الآن للآي. الآن الآي بتأشر على 2، والاثنين أقل من 6، إذا بتتحرك لهون. وبكمل هاي، خلاص هاي انتهت راحت. الآن الآي بتأشر على 5، والخمسة أكبر من 6، بنيجي لهون. والآن هاي راحت خلاص. الآن الآي بتأشر على مين؟ على 8، والثمانية أكبر من 6، إذا استوب للآي. الآن بروح بشوف الجي. الجي 10، هل هي قادرة على التحرك؟ نعم، ما دامها أكبر من 6 إذا هي قادرة على التحرك، تصبح هنا. وهاي راحت. خلني الآن اللي راحوا أمسحهم. الآن هذا انتهى من هون، وهذا انتهى من هون. الآن اللي أصبح معاي ما يلي، أن الآي بتأشر على 8، والثمانية أكبر من 6، إذا الآي ستوب تحركش. والجي بتأشر على 3، والثلاث أقل من 6، إذا برضو الجي ستوب. ما دام الآي ستوب والجي ستوب، الآن بدي ألجأ لعملية السواب بين الثمانية وبين الثلاث. هاي 8 وهاي 3، وطبعا الستة بينهما. فالآن يمكن أن أجري عملية السواب بين الثمانية وبين الثلاث. فالآن سأقوم بمسح 8 ومسح الثلاث، والآن راح تكون هنا 3 وهنا 8. الآن السواب اللي عملناه أتاح حرية الحركة بالنسبة لمين؟ للآي. إذا الآي 3 تتحرك الآن ولا لا؟ تتحرك. لماذا؟ لأن الثلاث أقل من الستة، فتصبح الآي هنا وهذه تشطب. الآن الآي بتأشر على 13، تتحرك طبعا لا. لماذا؟ لأن ال 13 أصبح أكبر من الستة. الآن بروح أشوف الجي تتحرك أو لا. الجي الآن 8، والثمانية أكبر من الستة، إذا الجي تتحرك وتصبح هنا. الآن خلني أمسح البوينترز هذا وهذا. الآن الآي بتأشر على 13 ولا يمكن تتحرك لأنها أكبر من الستة. الآن بالنسبة للجي قيمتها 13 وهي أكبر من الستة، إذا الآن مسموح أن تتحرك الجي. فالآن تصبح الجي هنا، ونقوم الآن بمسح الجي من مكانها. الآن إذا وصلنا لهذه النقطة، لهذه النقطة أن الآي سبقت الجي، الآي أصبحت بعد الجي والجي قبل الآي. الآن نقوم بعملية سواب، سواب آخر ستيب هاي بين الستة وبين الثلاث. إذا بس نصل لهذا المكان أو لهذا البوزيشن أو هذا السيتويشن، معناها الآن آخر ستيب لازم أعمل سواب
بين الستة وبين الثلاث، وبكون هيك الآن انتهى الفيرست بارتيشن. فالآن بدي أتم الآن السواب، فالآن سأقوم بمسح الستة والثلاث، والآن يصبح عندي الآن هنا الثلاث وهنا الستة، وخلص الآن منشيل هذا فالآن الأرقام بعد الفيرست بارتيشن، آسف خلني أرجع للفيرست بارتيشن. الآن انتهينا، الآن الأرقام عندي أصبحت كما يلي: هنا ثلاث وهنا اثنين وهنا الخمسة وهنا الستة وثلاثة عشر وثمانية وعشرة وحداش. أنا الآن اللي عملته هون إني نقلت الأري اللي بعد ما انتهيت من أعلى إلى أسفل، وهذا يسمى at the end of the first partition. والآن تنساش إنه البيفوت هذا هو البيفوت. لاحظ الآن ملاحظة معي عزيزي الطالب، أن جميع الأرقام اللي على يسار البيفوت هي أقل من ستة، وجميع الأرقام اللي أكبر من البيفوت اللي على يمين البيفوت هي أكبر من ستة. إذا الآن إحنا الآن انتهينا هيك الآن، وأصبح في عندي جزئين، والستة الآن أصبحت في مكانها الصحيح، ترتبت يعني. وهنا الأرقام أكيد راح تترتب بحيث تكون أقل من ستة، وهنا الأرقام ترتب وتصبح أكبر من ستة. الآن سأنتقل إلى بارتيشن نمبر اثنين. الآن أعزائي الطلبة، نحن الآن في بداية second partitioning. إذا إحنا الآن at the beginning of the second partitioning. طبعا هاي الأرقام اللي أمامكم الآن اللي شايفينها، هي أخذناها من at the end of the first partitioning. الآن بدنا أن نشتغل فقط بالليفت سب أري، هاي اللي هي ثلاثة اثنين وخمسة، وبس ننهي ترتيب الثلاث والاثنين والخمسة بننتقل للسب أري اللي هي بعد الرقم ستة. فالآن بعيد الفكرة مرة ثانية، خلاص الرقم ستة الآن أصبح مكانه. الآن بعتبر الأري، الآن في عندي جزء على يسار ستة اللي هم الثلاث واثنين والخمسة، فالآن هذول بشتغل فيهم وبس أخلص ويصبحوا مرتبين، يعني بحيث يصبحوا اثنين ثلاث خمسة، بنتقل إلى الجزء الآخر هذا وبرتبه بنفس الطريقة. فالآن خلنا الآن نرتب هذا الجزء اللي هو على يسار الستة. زي ما حكينا بناخذ الآن أول رقم يكون هو البيفوت، هذا الرقم اللي هو الثلاث، بس خلني أرجع القلم، واللي هو خمسة قيمته مش ماخذ القلم. فالآن هذا الرقم اللي هو الثلاث الآن هو أصبح هو البيفوت. إذا الآن لو سألناك what is the first pivot you used، بتقول الستة. السكند بيفوت اللي هو الثلاث. الآن في عندي الـ I والـ J، هاي الـ I وهذه الـ J. وبذكر مرة أخرى، أنا الآن عم بشتغل في الأري اللي هي هذه الأري هاي،
وعندما أنهي من هذه الأريه بنتقل إلى الأريه الثاني اللي هي على يمين الستة. الآن بنفس الفكرة، الآي اللي هي اثنين، والاثنين أقل من ثلاث، معناها الآي لا تستطيع التحرك أقل من ثلاثة. الجي خمسة، وما دام الخمسة أكبر من ثلاث إذا الجي بتتحرك. هاي هي القاعدة في تحريك الآي وتحريك الجي. فالآن الجي بتتحرك نحو اليسار وتصبح الجي هنا، والآن سنقوم بمسح الجي من مكانها الأصلي، والآن نعيد مرة أخرى عملية التشيك. الآي اثنين تتحرك؟ لا، لأنها أقل من ثلاث. والجي اثنين تتحرك؟ لا، لأنها مش أكبر من ثلاث. فمعناها الآن استوب، وقفنا. وبس نعمل استوب خلاص وقفنا، بدي أعمل بالأخير عملية إسواب بين العنصر اللي بيأشر عليه الجي وبين البيفوت، فيصبح هنا الاثنين وهنا الثلاث. فإذا هذه راح تكون الاثنين وهنا الثلاث، فالآن راح تكون هنا الاثنين، آسف، هنا الاثنين وهنا الثلاث. إذا الآن هيك انتهى السكند بارتيشنينج. الآن البيفوت تاعنا إيش هو؟ هو الخمسة، آسف، الثلاث كان. فالآن نضع هنا اثنين ثلاث خمسة ستة 13 8 10 11. الآن لاحظ معي، هذا كان معي أول بيفوت، وهذا كان معي the second بيفوت. الآن بتلاحظ ما يلي، أنه الأرقام اللي على يسار الثلاث هي أقل من البيفوت، والرقم اللي على يمين الثلاث اللي هو الخمسة أكبر من البيفوت. الآن ما دام أصبح على يسار الثلاث رقم واحد فقط لا غير، وعلى يمين الثلاث رقم واحد لا غير، يعني ما أقدرش الآن أشتغل أقسم وكذا، فمعناها الآن الأرقام أصبحت بالجهة اليسرى مرتبة. فلاحظ اثنين ثلاث خمسة ستة، معناها احنا الآن هيك رتبنا أول أربع عناصر. الآن راح أرجع الآن أشتغل بالأري اللي هي على يمين البيفوت الأصلي اللي هي 13 وال8 وال10 وال11، وأرتبهم بنفس الطريقة. الآن الطلبة انتقلنا إلى الثيرد بارتيشنينج، الخطوة رقم ثلاث من البارتيشنينج. فكما تلاحظ الأرقام اثنين اثنين وثلاث وخمسة وستة 13 8 10 11، هذول أخذناهم من نهاية السكند بارتيشنينج اللي اشتغلنا فيه قبل قليل. وحكينا الآن أول أربع أرقام الآن تم ترتيبهم وانتهينا منهم. الآن الشغل اللي راح يتم بالجزء الثاني من الأرقام اللي هي هذا الجزء، هذا هي، والشغل بتاعي راح يكون ريكيرسيفلي، انه انا قاعد بعيد نفس الخطوات ونفس الستبز. فالان بدي اشتغل بالاري هاي اللي فيها 13 و8 و10 و11، واشتغل فيها كما اشتغلت في الخطوه السابقه واللي قبلها. الان بناخذ اول عنصر في هذه الاري، وهذا هو
البيفوت. الآن الآي، هاي الآي هون، وهذه الجي هنا. والآن بدي أبدأ أتحرك نحو اليمين ونحو اليسار، الآي نحو اليمين والجي نحو اليسار. الآن بنسأل حالنا الآن سؤال، الآي تؤشر على الثمانية والثمانية أقل من 13، هل يمكن للآي التحرك؟ الجواب نعم، تصبح الآي هنا. الآن الآي تؤشر على العشرة، هل العشرة أقل من 13؟ الجواب نعم، تصبح الآن الآي هنا. والآن دعني أمسح اللي عملناه، هذا. الآن سؤال آخر، هل الآي يمكن أن تتحرك؟ الجواب نعم، يمكن أن تتحرك نحو اليمين، لكن لا يوجد عندي عناصر على اليمين، فالآن الآي تثبت في مكانها. الآن نسأل عن الجي، الجي تؤشر على رقم 11، هل 11 أكبر من 13؟ الجواب لا. إذا الآن الآي والجي توقفا نهائيا، فالآن بدنا نعمل عملية السواب بين ال 13 وبين ال 11، لأن دائما بآخر ستيب بس أتوقف، بدي أعمل سواب بين البيفوت وبين العنصر اللي بيأشر عليه الجي. فالآن بدي أشيل ال 13 من هنا وأشيل ال 11 من هنا وأكتب الآن 11 هنا وهنا ال 13. وزي ما حكينا ال 13 هي كانت البيفوت. الآن سأقوم بنقل هذه الأرقام إلى مكانها. لاحظ ملاحظ، الآن ال 13 هي البيفوت، ال 13 هي البيفوت، ولاحظ الآن الأرقام اللي على يسارها اللي كنا نشتغل فيهم، اللي هم 11 و8 و10، وجميعهم أقل من مين؟ من ال 13. الآن سأقوم بنقل النتائج في الأسفل، فعندي 2 و3 و5 و6 11 8 10 13. الآن إيش هم البيفوتس؟ كان هذا أول بيفوت، وهذا كان الثاني بيفوت، وهذا الآن كان الثالث بيفوت. الآن بقي علي الري اللي هي ال11 وال8 وال10، هاي هي اللي بدها الآن شغل وعمل، وإن شاء الله هاي سننتقل فيها إلى البارتيشن رقم 4. الآن أعزائي الطلبة، الآن دخلنا في at the beginning of the fourth partitioning. الآن دخلنا في البارتيشن رقم 4، وطبعا الأرقام اللي أنت الآن شايفها هاي في الأعلى 2 3 5 6 11 8 10 13، هاي أخذناها من نهاية البارتيشن رقم 3. الآن وين هو الجزء الآن اللي بعده بده شغل، اللي هو الآن الجزء هذا 11 وال8 وال10، هذول الآن اللي بدهم شغل وبدهم عمل. فالآن هذا الجزء اللي بدي أشتغل فيه. فالآن ال11 هي البيفوت، والآن هذه الآي
تؤشر على 8، وهذه الجي تؤشر على العشرة. الآن بدنا نعيد نفس الأسئلة ونفس الكرة. 8 أقل من 11، نعم، معناها الآي بتقدر تتحرك باتجاه اليمين. فالآن بنشطب الآي من هون، بنحط الآي هون، وخلني أمسح الآي، أصبحت هكذا. الآن السؤال، الآي تؤشر على العشرة، تؤشر الآي تؤشر على العشرة، هل الآي تقدر تتحرك باتجاه اليمين؟ هي أقل من 11، لكن الجواب لا. لماذا؟ لأن أنا الآن شغال فقط بهاي الأري 11 8 10، يعني الأري هاي لها حدود تبدأ من 11 وبعدين 8 وبعدين 10، خلاص 13 أخذ موقعه. فأنا الآن شغال في هذه الأري، فالآن أقول الآي لا يمكن أن تتحرك باتجاه اليمين، فالآي الآن ثبتت. الآن السؤال، الجي تقدر تتحرك نحو اليسار؟ وبرضو الجواب لا، لأن العشرة ليست أكبر من الـ11. فالآن توقفنا هنا، فالآن نقوم بعملية السواب النهائية بين العشرة وبين الـ11 اللي أمامكم، يعني الـ11 بدنا نقولها على محل العشرة والعشرة محل الـ11. فالآن سأقوم بمسح الـ11 وهذه العشرة، والآن أكتب هنا 10، والآن هنا 11، والآن أخذت العشرة هذا المكان. فالآن نقلنا العشرة والـ11، والآن هذا هو اللي كان البيفوت. فالآن سأكتب الأرقام في الأسفل، 2 3 5 6 10 8 11 و 13. لاحظ، طبعا لاحظ ملاحظة إنه دائما بكل بارتيشن البيفوت بده ياخذ مكانه الصحيح في النهايه. فلاحظ هون انه الان الـ11 اخذت مكانها الصحيح. فالان لو بدي ارجع للبيفوتس اللي اخذناهم، هم الـ6، خلي بس احط عليهم دوائر. اول بيفوت كان هو الـ6، بعدين بتذكر أخذنا البيفوت كان الـ3 أخذ مكانه، بعدين الـ13، وبعدين الـ11. هلا بقي عندي العشرة والثمانية اللي بدهم شغل. فالآن سننتقل إلى الفيفث بارتيشنينج عشان نشتغل بالعشرة وبالثمانية. فخلاص سنبدأ بالجزء الأخير من شغلنا، والآن دخلنا في الفيفث بارتيشنينج. والآن العنصرين الباقيين اللي ما اشتغلنا فيهم ما ترتبوش، اللي هم العشرة والثمانية. إذا الآن بدنا نختار البيفوت أول شيء اللي هو الثمانية، آسف العشرة، اللي هو أول عنصر في الأري، آسف العشرة. الآن هذه هي الآي، وهذه برضو هي الجي. الآن بالنسبة لحالنا الأسئلة التقليدية اللي هي الثمانية، طبعا هي الآن آخر عنصر في هذا الجزء من هذا الصب أري.
طبعا الثمانية لا يمكن تتحرك نحو اليمين لأنه ما عنديش إشي نحو اليمين، لأنه خلاص هاي الأجزاء انتهت. والجي بتقدرش تتحرك نحو اليسار نهائيا. الآن لازم أتم عملية السواب بين البيفوت وبين العنصر اللي بيأشر عليه الجي. فالآن تصبح كما يلي: سواب، منشيل هذا الآن ومنشيل هذا، والآن نضع هنا الثمانية ونضع هنا العشرة. والآن بكون الآن أصبح في عندي فقط بالأخير ظل عنصر واحد، معناها الآن الأمور ترتبت. فالآن لو أكتب الأريه الآن 2 3 5 6 8 10 11 13. الآن لاحظ الأريه في النهائي هون، شوف الأرقام كلها الآن مرتبة in ascending order من الصغير للكبير: 2 3 5 6 8 10 11 13. الآن لو نحاول نتذكر البيفوتس اللي أخذناهم، نتذكر أخذنا أول شيء الستة، إذا هذا كان رقم واحد، وبعدين أخذنا أظن الثلاث كان رقم اثنين، وبعدين البيفوت الثالث هو 13، هو 13 هذا رقم ثلاث، وبعدين كان 11 رقم أربعة، وآخر بيفوت أخذناه اللي هو كان 10 رقم خمسة. لأنه في الامتحان ممكن نسألك رتب البيفوتس اللي اخترتهم بالترتيب، فبتقول الأول واحد هو ست اخترناه، والثاني كان القيمة 3، والثالث 13، وبعدين الرابع 11، والخمسة في المرة الخامسة بالبارتيشن الخامس اخترنا 10. فالآن بتلاحظ أن الأريه الآن هنا أصبحت sorted. طبعا العملية هاي كومبلكسيتي هي عبارة عن مقارنات، وكل مرة كنا نقارن جزء صغير من الأريه، فهي بالأخير هي O of N، لأن أنا عملت تشيك على كل العناصر اللي موجودة داخل الأريه. هون عزيزي الطالب بكون الآن أنهيت موضوع الكويك سورت كيف بيشتغل، وكيف تشتغل البارتيشنينج، وكلها عملية ريكيرسيف. لاحظ في النهاية ما كانش عندي أي عملية كومباين نهائيا، الأريه أصبحت مرتبة وأصبحت جاهزة كما هي. كانت كلها عندي عملية ديفايد وعملية كونكور، تقسيم وسولف ريكيرسيفلي. طبعا ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح نكتب الالجوريثم اللي خاص في الكويك سورت، ونعمل له اناليسز في البيست كيس وفي الورست كيس، ونشوف الرننج تايم ايكويشن، ونطلع الكومبلكسيتي في الحالتين. الان حتى اتاكد انك فهمت هذه المحاضرة، ساضع سؤال في اخر هذه المحاضرة، وأتمنى على الطالب اللي بيحل السؤال يبعث لي الإجابة على الجروب الواتساب اللي احنا شغالين عليه. الآن أعزائي الطلبة، هذا السؤال حتى بس يقيس مستوى فهمك واستيعابك لمحاضرة اليوم. فالسؤال يقول ما يلي: given the following list of numbers، هذا أرقام 14 17 13 15 19 وال10 وال3
و16 و9 و12. طبعا هذا السؤال multiple choice وهو من أسئلة الامتحانات، فيقول which answer shows the contents of the list after the second partition after the second partition. يعني فقط هو طالب منك تشتغل first partitioning والsecond partitioning وخلاص بتوقف، وبدك تشوف الآن الري النهائية كيف بده يكون شكلها. هل هو الجواب راح يكون A أو B أو C أو D أو E؟ فأنت الآن حل السؤال هذا وشوف بالسكند بارتيشن كيف راح يكون شكل الأري، وممكن إذا حبيت تكمل كمل كل البارتيشنينج كل التريشنز، وحتى بالأخير تصبح عندك الأري مرتبة. فعزيزي الطالب حل هذا السؤال، وإذا حبيت بتحله على ورقة وابعث لي إياه على الواتساب حتى أشوف الحل تاعك. يعني ما بدي تقول الجواب A أو B أو C أو D، لا بدي حل كامل إلى السؤال. إلى هنا أعزائي الطلبة أنهي هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة كي نستكمل موضوع الكويك سورت. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.